للمرمى او بيلعب كمان في الطرف الشمال في كتير من الاحيان. يعني وليد سليمان من اللعيبه اللي بتلعب في مراكز الهجوم الثلاثه تحت راس الحربه، سواء يمين او في العمق الهجومي او في الشمال. ادي على طول وليد، وهو جول، ويحط جول ويحط الهدف الاول للنادي الاهلي. وليد سليمان على طول، يا ولد يا ولد، وليد سليمان المتالق السنه دي في مطلع الموسم يمكن قبل اصاباته في تشكيله النادي الاهلي. وليد سليمان الحقيقه من اللعيبه المميزه جدا تهديفيا، جايب 3 اهداف في الدوري، والسنه اللي فاتت كان الهداف بتاع النادي الاهلي في مجمل المسابقات. الحقيقه السنه اللي قبلها قويه جدا، عشان كده الباك اليمين في النادي الاهلي ايا كان مين اللي هيلعب امام الترجي مسؤوليته صعبه جدا امام هذا السباق. ادي الكره البينيه، انما مره ثانيه بيقودها ويعدي، وهو جول، ويحط هدف التعادل. يا 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 محمد زكي مهاجم فريق مصر للتأمين يجيب جول جميل جدا والله، جول جميل. وادي عمرو السوليه بره، ادي بصوا التمريره البينيه، يا سلام على التمريره البينيه من عماد. بصوا ادي على طول رقص حلو قوي، رقص حلو قوي محمد زكي يجيب هدف التعادل في الدقيقه 50 من المباراه. انما كوره بينيه عدت من احمد نبيل كوكا ودخل معاه سعد سمير، انما يعني اقتحم بقوه، شفتوا بين شوطي اللقاء نص الملعب. هاتوا خد محمد علي يقودها مره ثانيه في الامام، ايمن عبد المعطي، اتلعبت الكوره ثاني من ناحيه الشمال، خطيره جدا خطيره جدا خطيره، مش ممكن، يا مش معقوله مش معقوله، كوره من الناحيه الشمال ومن زاويه ضيقه جدا جدا، ويحط جول الثاني لفريق مصر للتأمين. لا لا، في شغل كتير محتاج يتعمل، في شغل كتير كتير كتير. بص الكره اهو قطم لجوه وحطها في الزاويه القريبه. اللاعب علاء شعبان لسه بقول لكم هذا اللاعب مميز، لسه حالا في الهجمه اللي فاتت بقول لكم علاء شعبان في تسلل، لعبت الكره في الامام مره ثانيه وخطيره جدا، وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الاهلي اهو بيجيبه على طول اللاعب، نشوف اللاعب رقم 30 ده اعتقد، ادي فهد جمعه اللاعب الحقيقه اللي عدل الكوره وصلحها بشكل مميز جدا.